بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حسن محمد مندوب الصحه الاقليم ممتازه. يعني تم تاكيد يعني يوم البارحه حاله اصابه واحده بمرض كورونا المستجد في الاقليم ديال تازا. للعلم يعني للتذكير بان يعني المندوبيه ديال الصحه قامت ب 16 يعني تحليله مجموعه نتاع المواطنين اللي كانت كانوا حالات يعني محتمله. وفي هاد 16 هادو يعني تم تاكيد حاله واحده، وفي حين بقاونا ثلاثه ديال الحالات الى يومنا الحاضر مازال كنتسناو تاكيد ديال التحاليل ديالهم واش سالمين ولا ايجابيين. هاد السيد هذا اللي تم التاكيد ديالو هو مهاجر مغربي اللي كان دخل يعني البلاد ديالنا نهار 8 شهر مارس 2020 هو والزوجه ديالو، وجا لتازا التحق يعني بالمدينه ديال تازا في نفس اليوم، وحتى يعني 16 في شهر 3 يعني كان يعني عرفت الحاله الصحيه ديالو عرفت بعد يعني التدهور، وما كانش يعني كيثير الانتباه ديالو داك المشكل هذا. الى يوم 23 في شهر 3 يعني جا بالقسم ديال المستعجلات، وتما فين اكتشفنا بانه يعني دخلنا لقاعة يعني قسم مصلحة العزل بالمشفى الإقليمي ابن باجة بتازا، وخضع التحليلة ديالو. وبعد اللي تأكدت لنا البارح يعني في مع حوالي نصف الليل منتصف الليل البارحة. هذا السيد هذا هو يعني شخص يعني مسن شيئا ما، يعني 66 سنة، وكان عايش في الديار الفرنسية. كيف كتعرفوا دابا حاليا داك يعني راه فرنسا كل شيء عارض دابا شنو حالات ديال الحالات اللي هما عندهم كذلك كثيرة بهذا اللي تصابوا بهذا المرض هذا. اللي بغيت ناكد هو ان من بعد ما يعني توصلنا بنبأ او بالخبر ديال يعني الاصابة ديالو، يعني كانت واحد لاسيلو دو كريز البارح، الخلية ديال لا كريز البارح في المشفى، وباش يعني تبداو يعني الاجراءات الاخرى ديال العلاج ديالو حسب اللي كتوصي به وزاره الصحه في هذا الميدان هذا، والدوريه ديال السيد الوزير في هذا الميدان في الحاله هذه. وتم تفعيل يعني هذه الدوريه هذه مباشره. واليوم في هذا النهار هذا راه السيد ديال طبيعه الحال شافوا الاطباء الاختصاصيين اللي كيشرفوا على الحاله الصحيه ديالو، ودينا العلاج ديالو هذا المرض هذا. في هذه المناسبة هذه أنا كنشكر جميع الطاقم الطبي والتمريضي والإداري وجميع العاملين بالمشفى الإقليمي بمنو باجة، وكذلك بمصلحة شبكة يعني المؤسسة الصحية بالمندوبية على الدور، خصوصا خلية اليقظة الإقليمية على الدور اللي كيقوموا به في هذا يعني من اجل البحث والتتبع ديال الحالات الوافده واللي على الاقليم اللي كانت محتمله، كذلك اللي كتكون محتمله باش تكون عندها هذا المرض هذا. كذلك بهذه المناسبه هذه كنأكد على جميع يعني المواطنين ديال مدينه تازا والاقليم ديال تازا باش يلتزموا ويحترموا الاجراءات ديال الحظر الصحي اللي كاين في البلاد ديالنا، والنصائح اللي كتقدم لهم لا من طرف يعني وسائل الاعلام الرسميه ولا كذلك من وسائل الاعلام الاقليميه وكذلك من السلطات الاقليميه، وعلى راسها السيد العامل والطاقم اللي كيعملوا معاه يعني السلطات يعني الاقليميه المحليه، كذلك النصائح اللي كتقدم كذلك من العاملين بالمراكز الصحيه ديال المدينه وديال الاقليم. كذلك يعني جميع وكنطلبهم كذلك باش يلتزموا بالنصائح وخصوصا غسل الايدي والالتزام يعني بالجلوس في الديور ديالهم، لان هذا المرض هذا ما نقدرش نقضيو عليه يعني بالدوران وبالجوالا، ولكن كيمكن نحدو منه بصفه يعني ملموسه من ملي كنجلسوا في دارنا ونلتزموا بهذه الاجراءات هذه. وشكرا.